من ناحيه الفخامه باجمالي 96 سرير. عندنا فندم قسم المعامل مكون من 5 معامل رئيسيه. عندنا فندم قسم الحضانات مكون من 11 حضانه وحضانه عزل. عندنا فندم سيادتك في الدور الثاني مكون من اجنحه اقامه فندقيه واجنحه اقامه عاديه، زائد فندم قسم العمليات وقسم البشر. عندنا فندم 11 غرفه عمليات. الدور الاول والثاني. كم سرير؟ 11 سرير. كم سرير؟ 123 سرير. المستشفى كلها 123 سرير. 123 سرير. كل العنايه المركزه كم سرير؟ العنايه المركزه 16 يا فندم. الحضانات كمان بتكتشف محسوبه يا فندم. دلوقتي برضه احنا عايزين نعرف هي ان شاء الله يا فندم. انت ميعادك كان 30/10 اللي فات. يفتح انت الدكتور عايز يعرف لان عنده طلب كتير جدا هتتعلم. الهيئه الهندسيه يا فندم جاهزه تسلم من 1/3. احنا بنستهدف يا فندم ان احنا نسلم جزء بتنزيل مع وزاره الصحه عشان فاضل التجهيز. لسه هتاسس مش كده الفرش بالظبط. احنا بننسق دلوقتي مع وزاره الصحه. لا 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 احنا بننسق مع وزاره الصحه فعلا تاخد معاك. هنسلمهم الدور الثاني الاول وبعد كده الدور الاول وبعد كده الدور الاول ان شاء الله. ده اوبريشن بي يعني كده نقدر نشتغل العام الدراسي. العام الدراسي تمام. في يا فندم سيادتك عرض احنا مجهزينه لو سيادتك تتفضل. عشان احنا والسوق هنا دايما والراجل هيمشي بدري. طب بس خمس دقايق. اه يا فندم بسرعه. فين؟ طلعونا في شغل؟ لا 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 هنا. ماشي لا الحمد لله احنا في بدروم يعني في بدروم جاي لا بدروم في دور واحد في المكسلة بقى وال اتفضل اتفضل سكن
هنا جامد لان مستشفى الطب طبعا جراح قلب جالها جراح قلب مالهاش مستشفيات فدي دي مستشفى الدور الجديده اللي هتبقى مجال لاولادنا بتوع طب الملك سلمان يجي يتعلموا هنا ومجال طبعا لاولادنا اهالي المدينه كلها وهي العاصمه فيها اكبر نسبه سكان ففعلا اللي بيحصل النهارده ايضا على ارض المحافظه واللي بتعمله الهيئه الهندسيه حاجه فعلا يرفع لها القبعه. الله يخليك يا حاج، بشكرك يا فندم على الدعم برضه دايما للهيئه الهندسيه. شكرا. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل.